للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من هولندا فارس الحميري الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ فارس بعد التحية، إذا كيف تابعت هذا الهجوم أيضا؟ وكان هناك حديث عن عدن، وكان هناك حديث عما حدث في عدن، والآن هناك استهداف لهذا المعسكر و19 قتيلا من الجيش اليمني في محاولة طبعا أو في التصدي لهذه المحاولة من الميليشيات الحوثية أو من القاعدة. بالفعل هناك هجوم كاسح كان من قبل عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة خلال الليلة أو في الليلة الماضية على معسكرات في مديرية المحفات. جاء هذا الهجوم ربما بعد ساعات من هجوم مشابه بسيارة مفخخة استهدف مركز الشرطة. فعليا المعلومات الواردة من فعليا التنظيم سيطر على مدينة المحفظ التي هي تعتبر مركز المديرية والتي تضم المقر الرئيسي او مقر القياده العامه لمعسكر قوات الحزام الامني في مديريه. سيطر عليها بشكل فعلي ربما لعده ساعات، سيطر ربما على المدينه من جميع الاتجاهات، نشر نقاط تفتيش في جميع مداخل المدينه وسيطر كذلك على جميع المنشات وعلى منطقه الخياله. المعلومات الوارده من هناك ربما كان هناك في تعزيزات عسكريه من قبل قوات الحزام الامني وقوات قادمه من مدينه زنجبار التي هي عاصمه محافظه اديان، الى جانب قوات قادمه من محافظه شبوه. تم استعاده اجزاء من المدينه واجزاء من المعسكر، حتى هذه اللحظه المعلومات الوارده من هناك لم يتم استعاده المدينه والمعسكر بشكل كلي. نعم. طيب ماذا ايضا في رايك عن الاخبار او انه البعض بي بي بيصل يعني الهجوم او التزامن بين الهجوم الخاص بالميليشيات الحوثيه والقاعده، وان هناك ثمه ارتباط بين الميليشيات الحوثيه وبين تنظيم القاعده؟ الفرضيه تقول هذا الكلام، هناك ربما قد يكون في تنسيق وغرفه عمليات ربما تنسق مثل هذه الهجمات، بدليل ان ما حدث امس كان هناك هجوم متزامن في مدينه عدن. هذا الهجوم ربما كان في محاوله لشل الحركه الامنيه والوضع الامني في مدينه عدن. والاهم من ذلك هناك ربما العمليه التي حصلت في ابيان والتي حصلت في عدن، تنظيم القاعده يكثف العمليات في المناطق المحرره، في حين ان هناك ربما اوكار كبيره جدا لعناصر هذا التنظيم في مناطق خاضعه لسيطره الحوثي. نذكر على سبيل المثال منطقه رداع، هي تعتبر واحده من اهم اوكار تنظيم القاعده، ومناطق اخرى في محافظه ابيان. لماذا لا يحصل اي صدامات ما بين التنظيم وما بين هذه الجماعه؟ هذا دليل يؤكد بان هناك ربما غرفه عمليات تنسق مثل هذه العمليات ما بينهم. نعم، اشكرك جزيل الشكر استاذ فارس الحميري الكاتب الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا.